سلام البنات، كاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير، تمام الصحه كما كنقول لكم دائما. اليوم معكم واحد الفيديو جديد، وماشا الليدل باش نصور لكم واحد الفيديو، ولكن ماشا فرحانه حيت طايحه عندنا الثلج كما كتشوفوا، والجو غزال كيحمق، واخا كاين البرد واخا كل شيء، ولكن بعدا بياضت علينا حيت الثلج كيبيض شويه الدنيا وكيفاجي شويه على القلب. انا غندور لكم كاميرا تشوفوا الدنيا كيفاش عامله. هي الدنيا كيفاش عامله، بيضاء من غير الشارع كيكون ديال الطوموبيلات كيكون شي شويه مزعلك، ماشي هو هذاك، ولكن الدنيا غزال البنات. بغيت نشارك معاكم، بغيت زعما تشوفوا نتوما هذا الجو هذا. والمهم ما علينا، ماشي اللي دابا باش نصور لكم شنو كاين الجديد، وعلى ذكر الجديد وعلى ذكر الثلج وعلى ذكر الليدل، عملوا لي البنات اللايك واشتركوا في القناه. شوفوا انا معذبه وماشي في الثلج وماشي نصور لكم الفيديو. المهم عملوا بحساب هادشي هذا، وما تبخلوش عليا باللايك وباللي كومونتير ديالكم وبالاشتراكات ديالكم، ويلا معايا نشوفوا شنو كاين الجديد في ليدل ونبقاو مع الداخل ان شاء الله. واول حاجه نبداو بها البنات اللي حاطين هنايا عاوتاني عندنا في ليدل، هي هاد الماكينه ديال الخياطه اللي كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا. المهم انا ما كنفهمش في الخياطه مزيان، بالنسبه للخياطات واللي كيعرفوا يخيطوا، الماكينه هي قدامكم عندها هاد جوج ديال البياسات اللي كتعمل بها الارقام، يعني كتصغر وتكبر. الغارانتي ديالها هي 3 سنين، والثمن ديالها البنات حاطينها ب 69 البوند 99. هنا حطوا هاد الساك ديال ماكينه الخياطه اللي ورتكم دابا، عاد حطوا لها الساك ديالها، يعني الا بغيتي تديها معاك لشي بلاصه ولا شي حاجه ضروري انك تعملها في سويك. هاد الساك هذا عاملين له ب 14 البوند 99، وحتى هو الغارانتي ديالو 3 سنين. هنا حطوا داكشي اللي كيكون مرافق للخياطه، وداكشي كما كتشوفوا حطوا الخيوط على هاد الشكل هذا، حطوا هادي بحال هيدا، وكاينين في الالوان والانواع والاشكال. الثمن ديالهم 2.99. وهنا حطوا هاد اللامب، هادي هاد اللامبار اللي جات على هاد الشكل هذا، اللي هي جات عندها هاد لي بوطون بحال هيدا، يعني تاكديل وكتضوي مزيان. مهم الثمن ديالها هو 24 البوند 99، والغارانتي ديالها عاوتاني حتى هي 3 سنين. هادي راه هي ليد، ومهم بالنسبه للبلايص يعني اللي تحطوها باش الانسان يقرا ولا شي حاجه، كاينه هاد الشكل هذا وكاينه هاد الشكل هذا، يعني فيها جوج الاشكال. هنا حطوا هاد الكاميسيتات ديال النساء اللي هما كيمشيو بحال هيدا سبور، هادو اللي كيكونوا يعني كيكونوا ديال شنقول لكم الثوب ديالهم سبور كيمشي. كاينه هاد الشكل هذا اللي وريتكم دابا عاد، وكاينه هاد الشكل هذا اللي بالقب، وكاينه هادي اللي جات في هاد اللون الكري وعندها من هنايا الغوز ونقيطات، والثمن ديال هادو 4.99. وهنا الحاجه اللي بانت لي عجبتني بزاف هما هاد دو بياس ديال العيال اللي كيمشيو ليغينز مع الطوب ديالو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كاينه هاد الزواقه هادي، وكاينه زواقه اخرى بانت لي دابا عاد ما عرفتش فين مشات لي، المهم بانت لي واحد زواقه اخرى. كاينين هادو لي طاي ديالهم البنات من عام لعامين، وكاينه اكبر طايه هي من عامين لست سنين، كاينه من عامين لاربع سنين، وكاينه من اربع سنين لست سنين. المهم ما بانت لي هنايا، بلاتي نشوفوها، ها هي من ربع سنين لست سنين، يعني كاينين اكبر طايه هي ربع سنين ست سنين. الثمن ديال هادو البنات هو جوج البوند وخمسين، يعني الثمن مناسب بزاف لدو بياس بحال هادو غزالين. واكيد حطوا حتى ديال النساء اللي كيمشيو حتى هما دو بياس جو على هاد الشكل هذا، ولكن الثوب ديالهم راه كيمشي سبور البنات، الاستيك كيتجبد وسبور على هاد الشكل هذا، من هنايا سخونه من الداخل كما كتشوفوا، كتجبد الاستيك وكما كتجي هيدا كتجي بحال هاد الشكل هذا. والثمن ديال هادو البنات والله ما عرفتش بشحال صراحه، ما نكذبش عليكم لان ما حطيتش الثمن ديالهم هنايا. والمهم لي طاي اللي كاينين بانوا لي هنايا، كاينين 8 من 6 حتى 8، كاينه حتى اللون الكحل، ولي طاي راه صغارين ولكن هما راه كيتجبدوا، يعني يقدر مثلا خصك تدي طاي اقل منك، كاينه 10 12 هي، كاينه 8 10، هاد الطاي الكبيره هي 10 12. وهادو عاوتاني اللي حطوهم هما هاد الكبيبطات ديال العيال ديال الثلج كما كتشوفوا، كيجيو بحال هيدا على هاد الشكل هذا. كاينه هاد اللوين الغوز كما كتشوفوه غزال، كاينه هذا اللي مشى الاحمر مع البلو مارين،
وكاينه هذا الصفيفر اللي هو عاوتاني كيحمق ديال الوليدات، وكاينه هذا البلو مارين اللي جا بحال هيدا سامبل، ومزيونين هاد الكريطات فنين. انا فايته دياهم لولادي كيخرجوا غزالين صراحه الله يعمر السلعه. الثمن ديال هادو هو 9.99. وهنا حطوا سراول ديال المطار ولا ديال الثلج ولا شي حاجه ديال الرجال، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوهم. ما كايناش شي واحد مشدود باش نقدر نوريه لكم مزيان كيفاش كيجي. المهم كيجي بحال هيدا، وعندو الجيم كما كتشوفوا، عندو الكفيلات، عندو فين كتمل الصمطه من القاع ديال الرجلو، عندو بحال هيدا بحال مضوبل، وعندو من هنايا هاد سيري. والثمن ديال هادو من بعد ما كانوا 17.99 عاملين لهم 14.99. حاليا منقصين لهم. كاينه هاد اللون هذا، وكاينه الكري اللي جا بحال هيدا، جا بحال هيدا. هادو اللي غزال هنا البنات حطوهم الشيتات ديال المكياج اللي جاو بحال هيدا، جاو باك فيه الباك فيه 9 ديال البياسات، وعندو هاد البولسو ديالو ولا السويك ديالو اللي كتعمل فيه هاد الشيتات هادو. كاينه هاد اللون الموف، وكاينه الغوز كما كتشوفوا، وراه كاينين منهم عدد كبير بالنسبه للناس اللي بغاوهم. والثمن ديالهم 6.99، راه رخاصين بزاف لان فيهم كلهم يعني كاملين بهم. والكبارين عجبوني بزاف لان كيبانوا رقيق، طبعاً شوفوا كيفاش غزالين فنين. حطوا هنايا هاد لي بوط ديال النساء اللي كيجيو بحال هيدا، هادو ديال الثلج عاوتاني كما كتشوفوهم، جاو على هاد الشكل هذا. كيدخلوا بلا سيري، ما عندهمش يعني ما عندهمش سيري اللي كتفتح وتشد به، كيجيو بحال هيدا وسخونين حتى من الداخل. شوف كيفاش عاملين، كاينه هاد اللون هذا، وكاينه القهوي ديالو اللي جا بحال هيدا. الثمن ديال هادو 12.99. هنا حطوا هاد الماكينه ديال ديبيلاسيون اللي كتمشي بحال هيدا كما كتشوفوها، لا مارك ديالهم ديال ليدل. كاينه هاد الكري، وكاينه هاد الغوص، واللي مزيانه انها كتفزد، يعني ماشي مشكل انك تقدر تفزكا داخله معاك للدوش ولا شي حاجه. والثمن ديال هادي 14.99 البنات. بالنسبه للغارونتي حتى هي عندها الغارونتي ديال 3 سنين. هادي الماكينه ديال الماساج اللي كتخدم حتى هي بالحجار كما كتشوفوها، يعني كتعمل كتماصي بها اي بلاصه اللي كتحرقك، مثلا رجلك، ظهرك، اي حاجه. وسيغتو بالنسبه للناس اللي عندهم السيلولات كتقدر يعني تستعملها باش كتخفف شويه ديك السيلولات، ما كيبقاوش ديك الشراطي اللي كيكونوا عندنا، وديك الشراط ديك العروق اللي كيخرجوا حمر، يعني هذه بالنسبه لهم كتكون مفيده بزاف. هذه عاوتاني عندها الكارانتي ديالها 3 سنين، والثمن ديالها 12.99 البنات. وهذا الشيشوار اللي حطوا عاوتاني هنايا لا مارك ديالهم، ضروري اللي دال كيتفكر نسا وكيجيب لهم الحاجات اللي كيعجبوهم. جاب هذا الشيشوار هذا البنات اللي كاينه فيه هذا اللويل الكحل، وكاينه فيه هذا اللويل اللي جا الروز جولد، يعني ما بين الغوز وما بين الذهبي، كيجي بحال هيدا. عنده دو بياس كما كتشوفوا، والسلك ديالو فيه 3 ديال المترو، راه مزيانه، وفيه الواط ديالو 2400، يعني الواط ديالو مخير بزاف. الثمن ديال هذا البنات هو 14.99، واكيد الغارونتي ديالو هذا فايت الوقت، هذا دايرين له 5 سنين. واللي دل ولا كيعملنا التخفيضات ديال شي حاجه اللي كتكون بحال كليرنس، يعني بحال صافي كيبغي يحيد مره عليه، كيعمل عليها تخفيضات كبيره. عاد ولا مؤخرا كيعمل لنا هنايا، ما عرفتش واش اللي دالس كاملين ديال اوروبا ولا غير هنايا. المهم كيعملنا بحال دابا هادو، عامل لهم 1 باوند البنات، دو بياس ديال هاد البانيادور ديال البنات اللي كيعوموا به. كاينه غير البنات باللي هنايا كما كتشوفوا، كاينه هذا، نشوف لك واش كاينه الوليدات. لا كاينين غير البنات، كاينين جوج ديال الزواقات، كاينه هاد الزواقه هادي وكاينه هاد الزواقه هادي. البنات راه دايرين لهم 1 باوند، راه رخاص بزاف، رخاصين بزاف. انا فايته ديتهم البنات من هنايا، الثمن ديالهم ديت واقيلا بشي 6.99، مي دابا دايرين لهم 1 باوند، راه رخيص بزاف البنات.
هنا بالنسبه لي بيبي حاطين الحاجه ديال لي بيبي بزاف نشارك معكم لان كانوا حطوا نهار الخميس ولكن ما كنتش جيت دونك خصني نشاركوا معكم بالزربه. حطوا هادو اللي كيمشيو بحال هيدا كيمشيو بحال ريبيكات ديال العيال كما كتشوفوا كاينه هاد الصفر هذا اللي كيمشي بالشريطات وغزي ولهاد اللوين هذا وكاينه هاد الكري هذا ولي طاي اللي فيهم هو من 0 ل 24 الثمن ديالهم 3.99 كما كتشوفوا كاينه الكري وكاينه الصفر. بالنسبه للبوديات حاطين البوديات بويض على هذا الشكل وبالكميمات هادو راه مهمين بزاف والبياض كيمشي يعني مع بنت والولد طبيعه الحال. كاينه فيها الباك فيه 5 ديال البياسات الثمن ديالو 4.99. بالنسبه للي طاي كاينه من 0 ل 24 حتى هادو. هنا حطوا هاد الكاميسيتات عاوتاني اولا البوديات ديال العيال كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوهم في الصوره فنين غزالين البنات. كاينين هاد الزواقه هادي وكاينه هاد الزواقه هادي يعني مختلفه كما كتشوفوا كاينه هادي وكاينه هادي ولي طاي اللي فيهم حتى هما من 0 24 والثمن ديالهم 5.99. وحاطين حتى السريولات البنات ديالهم اللي كيجيو بحال هيدا كيمشيو غير دو بياس هاد السراول كيكونوا غير جويجات كيجيو بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوهم هنايا. وحتى هما لي طاي ديالهم من 0 ل 24 والثمن ديالهم حتى هما 5.99. بالنسبه لهادو كيمشيو بحال الرويبيكات البنات كيجيو غزيولين عاوتاني. هادو مختلفين على الاخرين وخا نفس اللون ولكن هادو سخونين على الاخرين بزاف راه كنتمنى تكون يعني باينه عندكم. كيجي لتحت ديالهم اللي جا في هاد الشراطي العكس الاخرين كما كتشوفوا. هادي عاوتاني عند الزواقه ديالها من الداخل جات بحال هيدا وكتجي بحال هيدا هادي كتجي بحال هيدا. هادو حتى هما لي طاي ديالهم من 0 ل 24 الثمن ديالهم 5.99. راه الاختلاف بيناتهم وبين هادو الصغارين هما هيدا. هادو كيجيو خفيفين وهادو كيجيو كبارين شوفوا كيجيو هادو سخونين. وهنا حطوا تشوبات ديال البيبي عاوتاني كاينين دو بياس ديال تومي تيب كما كيبانوا لكم هنايا. كاينه هاد الزويقه هادي ما عرفتش واش كاينين زواقات اخرين ولكن لا كاينين غير هاد الزواقه هادي كتمشي بنات وولاد لان الزواقه عاديه ماشي فيها شي لوين اللي كيمشي للولاد بوحدو اولا البنات بوحدو. الثمن ديال هاد الباك اللي فيه جويجات 3 البوند 2.99. اوبس. المهم البنات هذه الكونه ديال البيبيس اللي كنديو معنا الصفر كما كتشوفوها كتجي بحال هيدا وعندها سويك ديالها كتتنا يعني كتتواط ديها معك فين ما بغيتي اولا تعملها لهم في الدار يلعبوا فيها كتجي حانيه بغيتي تعليها لهم كتعليها لهم. المهم الثمن ديال هذه البنات هو 22.99. هادو البيبيرونات ديال الماء ولا الكيسان ديال الماء اللي كيشربوهم يعني كيكونوا العيال وصلوا لديك السن اللي كيبقاو يهزوا بيدهم كيكونوا باقيين صغار ولا كيقدروا يشبروا بيدهم كيكونوا عندهم بحال هيدا يعني كيشبروا من هنا ومن هنا وعندهم هاد الفم هذا اللي كيتفتح من هنايا على هاد الشكل هذا وفيه دو بياس يعني فيه هاد اللوين زريرق وكاينه الحميمار معاه. الثمن ديال هادو 2.99. وهادو الكويتشرات ديال العيال اولا المعلقات ديال العيال 3 بياس هما تومي تيب هادو كاملين اللي حاطين هنايا تومي تيب. الثمن ديال هادو البنات هو 1.99 فيها 3 ديال البياسات كما كتشوفوهم واللوينات هما هادو. بالنسبه لهادو الخريقات ديال البيبيس اللي كنمسحو لهم بهم كيجيو بحال هيدا كيكونوا خفافين ديال الخيط كاينه هاد اللون وكاينه هاد اللون حاطين اللوينات غزالين كما كتشوفوا. هذه فيها صفيفار وفيها حتى البياض سامبل والبياسات اللي فيها 5 ديال البياسات كما كتشوفوا. الثمن ديال هاد 5 البياسات 4.99. هنا حطوا بيجامات ديال العيال الصغار عاوتاني كما كتشوفوهم كيجيو 3 بياس بحال هاد الشكل هذا ما عندهمش رجيلات كاينين اللي عندهم رجيلات كاينين اللي لا سمحوا لي بلاتي راه عاد بانوا لي هنايا. هادو عندهم رجيلات وهادو ما عندهمش رجيلات على هاد الشكل كما كتشوفوا. الثمن ديال هادو 4.99. وهذه ديال تومي تيب عاوتاني حطوا هاد الرياقات اللي كيمشيو دالكومه ديال هكا دالكومه كيكون بلاستيك باش كنعملوهم العيال ملي كيبداو ياكلوا كما كتشوفوا كيبقاو ياكلوا كيبقى يطيح لهم الماكله هنا باش ما كيخرمزوش يطيح لهم في الارض. هادو الثمن ديالهم 2.99. لي كولور اولا الالوان اللي فيهم هو هاد اللون هذا اللي جا تيغوا جا كاينه عاوتاني هاد الموف وكاينه هاد الخضيدار بيستاشي وثمنهم كما قلت لكم 2.49.
هاد السويكه البنات اللي انا فعلا فادوني مع بنتي بزاف. كنت شريت له واحد يعني استعملته له بزاف بزاف. بالنسبه للعيال اللي كيبقاو يطيشوا ما كيبقاوش قدامكم يعني ملي كتخرجوهم اولا كتخافوا عليهم كيبداو يجريو على الشارع ولا شي حاجه، كتعملوا لهم هذه في الطهيار ديالهم. كتكون عندهم واحد السميطره هي عندهم من داخل كتعملها هنايا وكتربط العيال يعني بهادو، وكتبقى انت يعني كتبقى انت تكونتروليهم على هذا الشكل. انا نوريكم بحال هيدا السميطه كتكون بحال هيدا كتعملها لوليداتك وكتبقى هاني. هادو الثمن ديالهم 5.99 والغارانتي 3 سنين. وكاينه هاد اللون الخضر اللي جا ديال دراغون، وكاينه هذا ديال باترفلاي الفراشات. هذا شكل اخر ديال لي بو ديال البنات اللي حطوا هنايا، فيه 7 ديال البياسات وجاو فحال هيدا فنين. ما عرفتش شنو بصراحه مكتوب فيهم كاملين هنايا بلاي داد. هذه المهم كاتبين فيهم بزاف ديال الحاجات، عجبوني بزاف هاد الكاميسيتات. هادو كاينه فيهم غير الكحل مع الابيض، ما كايناش شي لون اخر، كاملين نفس اللون. والثمن ديالهم 7.99 ولي طاي اللي فيهم هو من 0 ل 24. بالنسبه لهذا ديال تشيكو، الماركه ديال تشيكو راه هي ماركه مزيانه بزاف. جابوا هذا الكريسي اللي كيجي بحال هيدا صغير، وكتعملوا نتا في الكرسي الا كانت عندكم مثلا طابله بلا ما تشريو الكرسي الكبير، يعني كيعذب تحطوا في اي موضع يعني كيشبر اتساع. بحال هذا كافي، كيجي بحال هيدا عنده سميطه كتدخل داخل يعني كيتسوقر مزيان، كيجي بحال هيدا. الثمن ديال هذا 19.99 وكيتستعمل من 6 شهور يعني 6 شهور الفوق. كيهوز 15 كيلو يعني العيال حتى ل 15 كيلو يقدروا يجلسوا فيه، وكيتطوى على هذا الشكل. بالنسبه لهذه ديك هذه كنعملوها لوليداتنا ملي كنحيدو لهم الكونه وكنحطوهم مثلا في الكامه وكنخافوا عليهم يطيحوا، كنعملوا لهم هذه الباريره هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا باش كنسوقروهم ما يطيحولناش من الكامه وديك الشيء. هذه راه كتكون مهمه بزاف بالنسبه للعيال اللي كيكونوا يلاه بداو ينعسوا في الكامه ما كيكونوش مسامسين. الثمن ديال هذه 19.99. هادو الباك ديال لي بيبرون البنات اللي هما حتى هما تومي تيب، الثمن ديالهم 7.99. 4 ديال البياسات كما كيبانوا لكم هنايا، جاوا 4 ديال البياسات كاينين مخلطين ديال البنات مع الاولاد. اولا تقدر تستعملهم يعني كما بغيتي بنات وولاد نيت. كاينين هادو اللي جاوا في المقدمه، الاخرين ما عرفتش واش كيبانوا ولا لا. كيبانوا لكم هنايا الموف مفتوح مع الموف مغلوق، وكما قلت لكم ثمنهم 7.99. بالنسبه لهادو لي بوسيت ديال العيال الصغار كيجيو بحال هيدا. وهادو بالنسبه للصفر، بالنسبه للطريق يعني اللي الانسان كيكون يعني يخرج مثلا يمشي في الباص، بالنسبه لينا حنايا هنايا اولا العيال ملي كيوصلوا مثلا عماين عماين ونص كيكونوا هادو مزيانين ليهم بزاف. هذا الماركه ديال ماي بيبي، صراحه الثمن ديالو مناسب بزاف، 49 دو بوند 99 يعني 50 دو بوند، وعندو عام ديال الكارونتي. وكيجي فيه هاد اللوين هذا ديال بحال العسكر في الكري. وبالنسبة لهادو البنات واحد الباك اللي فيه 25 بياسة ديال واحد القومات اللي كنستعملوهم للحاشيات، اللي مثلا كيقدروا العيال يضربوا فيهم الراس ديالهم مثلا ديال الطوابل. كاينه هذه ديال الباب باش الباب ما كتشدش ونشدوا الباب على يدين ديال العيال. كاينه هذه اللي كنغلقوا بها مثلا البيبان باش العيال ما كيبقاوش يمشيو يفتحوهم كما كتشوفوا. كاينه هذه اللي كنعملوها في الضو باش كنتفادوا ان العيال يقيسوا يدهم بالضو. وكاينه هذه اللي كنشدوا بها الثلاجه باش ما كيبقاوش يمشيو يفتحوا لنا الثلاجه ديالنا، لان العيال ملي كيوصلوا لواحد السن كيبقاو يمشيو يقيسوا كل شيء ما كيفهموش ما كيعرفوش. هذه الباك فيه 25 بياسه مخلط من هذا الشيء اللي قلت لكم دابا، راه مخيرين هادو والثمن ديالهم هو 6.99 كما قلت لكم. شوفوا مزيان وننصح بهم للناس اللي عندهم البيبيس يعني يبداو يتحركوا ولا يبداو يتمشاو ولا شي حاجه يشريوهم لان مفيدين بزاف. وهنا نكون ساليت معكم الفيديو في هذا المنظر الرائع ديال الثلوجات والجو اللي ما تسخاش انك تدخل للدار صراحه. صورت معكم الحاجات اللي جاب ليدل هذا النهار، هذا نهار الحد كما كتعرفوا دائما كنصور لكم فيديو في ليدل. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تكونوا شفتوا شي حاجات اللي باغينهم وتمشيو تجيبوهم من ليدل. ما تنساوش الحباب ديالي دعموني بلي لايك لي كومونتير،
واللي باقي ما شارك في القناه ديالي يشارك يضغط على الزر الاحمر باش دائما يوصلوا الجديد ديالي. معكم ابتسام من القناه ديالي ومرحبا بكم وباي باي عليكم. يلا كتهلاو في راسكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.